دكتور، عودتنا من بداية رمضان أن تختار شخصيات بعناية، إن لم تختارها أنت فنحن نختار شخصيات ونعرضها عليك وتسرد لنا سيرتهم بأروع الطرق. اليوم واحد القرآن في قلبه ومجاورة الرسول في حياته، أبي بن كعب رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. أبي بن كعب سيد القراء إلى يوم القيامة، سيد القراء، متخصص أبو المنذر الخزرجي الأنصاري، أسلم مبكرا وحضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حضر البيعة، بيعة العقبة الثانية، وحضر بدر وأحد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه الله حفظ القرآن وفهم القرآن وتلاوة القرآن، فهو سيد القراء أبدا أبو المنذر. حتى جلس الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم ووجه السؤال: يا أبا المنذر، أي، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال هذا متأدب، قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة الكرسي. آية الكرسي. فتقدم صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره، كذا لفظ الحديث في مسلم، ضرب صدره، قال: لهنك العلم أبا المنذر، هذا هو العلم الصحيح، تحفظ آية الكرسي تفهم، هذا العلم الصحيح. أبي له ميزة ما حصلت إلا، يعني نادر تحصل للصحابة، أكرمه صلى الله عليه وسلم، بل الله أكرمه من فوق سبع سموات، لأنه صادق، صاحب تلاوة، شغل نفسه بالقرآن، تخصص في تعليم القرآن، يجلس في المسجد يعلم، والصحابة يدرون أنه سيد القراء إلى يوم القيامة، ويعرفون أن هذا تخصصه. عمر يلتفت في المشورة: أكذا يا أبا المنذر؟ أكذا يعني الآية؟ أكذا؟ سلوا، قال عمر: سلوا أبي. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي في الترمذي، أقرأكم أبي. أتى في الصحيحين، في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء أو في الغروب كذا ذهب إلى بيت أبي. بيت أبي ترى غرفة من طين على باب خشب، كان وصف أبي: أبيض اللحية، أبيض العمامة، أبيض الثوب، أبيض القلب، نور على نور، أبيض الشيب. الله، هذا سيد القراء. الله. وإذا بمن يطرق الباب بالأظفار، فتح أبي متوقع كل أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي أبي، قال: والله يا رسول الله ما أمسى من أهل الأرض ضيفا علي. أنا أقول لك يا عبد الرحمن، بالله عليك لو ضرب باب بيتك وضرب الجرس وفتحت إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، رسول رب العالمين بأبيهم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني في الملأ الأعلى؟ يقول أبي. قال: نعم. فجلس يبكي أبي، ذرفت عيناه، قالوا أخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بك بكى فرح وبكى سرور بهذا، الله سماه في الملأ الأعلى. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه. السورة التي قرأها صلى الله عليه وسلم سورة البينة، وفي لفظ: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: الله أمرك أن تقرأ سماني في الملأ الأعلى أبي بن كعب؟ أنا. قال: نعم سماه. فجلس يبكي. لماذا؟ قيل تأصيل يعني الأفضلية له وتوقيع الاهتمام والتشريف ليكون سيد القراء، وفيه أيضا أن الشيخ العالم قد يلقي على طالبه ويقرأ عليه تقريرا وتشريفا وتأكيدا له، وفيها لأن في قضايا سورة البينة بين المؤمنين وأهل الكتاب، وفيها منهج وفيها مشروع تناسب أبي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الحكم واللطائف. استمر أبي رضي الله عنه على هذا النمط، ولذلك كان الصحابة كما قلت لكم، حتى واحد قدم غريب في عهد عمر رضي الله عنه، كان الخليفة عمر ولا يعرف الصحابة، فجلس بينهم، فكان عمر إذا تكلم يناظر في أبي، فلما قاموا تفرقوا أتى الرجل ما يعرف الصحابة، قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي أنت تنظر إليه؟ قال: ثكلتك أمك ما عرفته؟ عمر قوي، قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب، سيد المسلمين أبي بن كعب. جمع عمر الصحابة بعد في صلاة التراويح في عهدي على أبي، يأمهم طبعا هو الإمام، يقفون أحيانا يقرأ بالمئة بالخمسين، أحيانا بعضهم يأخذ عصا، ويمر عمر رضي الله عنه أحيانا من عند المسجد وهم مجتمعين، لأنه لأن أصل صلاة التراويح جمع صلى الله عليه وسلم ترى ليلتين أو ثلاث في الصحيحين، لكن لماذا ترك صلى الله عليه وسلم؟ خاف أن تكتب علينا فريضة، فبرحمة منه بين صلى الله عليه وسلم وشفقة وحرص على راحتنا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ترك يعني التراويح، فأحياها عمر فيما بعد عشان انتهى الوحي، ولم تفرض أيضا، يعني قصدي أن لن تفرض بعد ذلك. المقصود ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أنه كان مر عمر وإذا أبي يقرأ ويقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. قال: فوقعت الآية في قلب عمر وراح إلى بيته ومرض شهرا يعاد رضي الله عنه، يعوده الصحابة. طبعا كان كل صحابي رأسا في بابه الذي وكل إليه،